السلام عليكم بنات، صباح الخير. كي صباح بس عليكم، كنتمنى تكونوا كلكم بخير على خير. جيت اول حاجه قبل ما خرجت، المهم فقت وجدت راسي، لبست باش نهبط نفطر. بغيت نصور لكم الثلاجه. البارح ما ذكرت لكمش بان لا شومبر راه كاينه فيها الثلاجه، حاجه اللي زات عجبتني. كما قلت لكم كاينه الثلاجه وكاين لا كليم، كاينه التلفازه، اي حاجه بغيتوها كاينه، يعني كلشي موفرينه ما شاء الله في لا شومبر. وكاين حتى هذا التليفون على حساب لا بغيتو تهضروا مع الريسبسيون تحت ودير لكم النمره وكلشي، يعني لو كنتو احتاجيتو شي حاجه كتهضروا معاهم. هذا مكان انا غادي نهبط دابا باش نفطر، وغادي نبارطاجي معكم الفطور ان شاء الله كي داير. وبالنسبه للبخي راه كيبدا من 230 درهم على حسب لا شومبر اللي بغيتو، كاين 230، كاين 270، وتقريبا كاين 300 درهم، ما وصلاش 300 درهم. وبالنسبه للحجز كتحجزوا في بوكين، انا حجزت في بوكين لانهم دايرين فيهم تخفيضات. وهنايا انا من بعد ما لبست وهذا هنا هبطنا هنايا باش وجدت راسي كلشي، هبطنا باش غادي نفطروا ان شاء الله، ومن بعد غادي نطلع نجمع حوايجي وكلشي، عاد غادي نمشي نخرج نتقضى داكشي اللي بقى ليا باش ان شاء الله نشد الطريق الاكادير ان شاء الله باذن الله. كما كتشوفوا حنا هنا هابطين في لاسانسيو، ملي غادي نوصل ان شاء الله غادي نوصل الكافي غادي نبارطاجي معكم البوفي ديال الفطور كي داير باش تاخذوا فكره حتى على الفطور كي غادي يكون. وهنايا حنا داخلين مع الكافي كما كتشوفوا، ها لا طابل لي طابل دايرينهم حاطينهم، دايرين فيهم قهوه حليب اتاي كما كتشوفوا، البيض كلشي كلشي حريره، خبز الكيك دايرين لي بتي بان، وهذا سلطه كما شفتوا الزيت والعسل اتاي، ودايرين حتى دانون. ومن بعد ما فطرت انايا مشيت للكراج علال باش نتقضى داكشي اللي خاصني البوفي، وقلت نبارطاجي معكم هذا المحل تقضيت فيه شي مسائل ديال لي دغاجي وهذا، وقلت نصوروا معكم باش تشوفوا كي داير وتاخذوا فكره. كلشي ما شاء الله موجود عندهم وكاين. وهنايا كما كتشوفوا الورد، مشينا لواحد المحل كيبيع الورد. سمحوا لي بعدا على هذا الصوت حيت انا كندير لكم المونتاج كندير لكم المونتاج في الكافي فاش وقفنا، حيت غادي ندخل متعطله في الليل وما غاديش نقدر ندير المونتاج، وبغيت نحط لكم الفيديو هاد الليله ان شاء الله باقي. المهم كما كتشوفوا قلت لكم هذا المحل فيه صراحه جميع انواع الديكورات ديال الورد، يعني اي حاجه بغيتوها ديال الورد تقدروا تلقاوها في هذا المحل، كل شيء ما شاء الله متوفر هنايا. كتحيروا الشكيلات ديال الورد، انا جيت هنا باش ناخذ شي حاجه ديال الورد على حساب الضيافر ان شاء الله، والديكور جديد اللي غادي ندير في الضيافر وفي لي بيفي. راكم عارفين دابا الصيف ان شاء الله غادي ندخل بديكورات جداد باذن الله، تسناو الجديد وغادي نبارطاجي معكم الديكورات جداد ان شاء الله. كما كتشوفوا المحل غني غني جدا كما قلت لكم بالديكورات، بحال هاد لي ديكور كيتحطوا فوق البوطاجي، كيتحطوا في الكوافوز في بيت النعاس، كيتحطوا في الدوش، يعني كاين الديكورات ديال اي بلاصه، كاينين الديكورات ديال لي طابل كما كتشوفوا هادو كيتعلقوا، كاينين الديكورات عاوتاني اللي كيتحطوا بحال هاد الصحون معمرين بالورد كيتحطوا في اما في لي كوان ديال الصالات ولا في لي طاب ديال لي سالا مونجي كما كتشوفي تشوفوه. وهنايا ها هما هذوك لي طابلو الهيها ديال الورد، صراحه حتى هما رائعين. وانا غادي نخرج على برا دابا نصور لكم المحل على برا باش تعرفوا فين جا بالضبط. ما بقيت صورت لكم حتى حاجه حيت كما كتعرفوا راه الكراج علال حم 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 بزاف،
او الا جبت التليفون غيمشي نصور نستقبل التليفون. تعرفين كازا شويه يعني صعيب الحال باش تجيب التليفون في الشارع وكل شيء. المهم هاني هنايا خارجه من كازا ماشيه لهذا ماشيه ان شاء الله شاده الطريق ماشيه لاكادير. هذه تقريبا من 4:30 فاش خرجنا شدينا الطريق ان شاء الله الله يوصلنا بخير بخير. وكما قلت لكم المهم انا غادي نصور معكم باقي اي حاجه درتها ان شاء الله حتى نوصل اكادير ان شاء الله. وهنايا حنا دخلنا مراكش ودخل كار المحطه تقريبا فوتنا في المحطه تقريبا شي نص ساعه. وهنا حنا خرجنا منها وشادين الطريق ان شاء الله لاكادير. غادي نكملوا ان شاء الله الطريق. كما كتشوفوا مدينه مراكش ما شاء الله رائعه من اضواء والجو رائع فيها اليوم. ما سخونش الحال وما باردش فيها جو معتدل. كتشوفوا ما شاء الله نظافة المدينة صراحة مدينة رائعة. المهم كما قلت لكم حنا غادي نكملوا الطريق ان شاء الله باذن الله لمدينة اكادير. اي حاجة درتها في الطريق ان شاء الله ولا عجبتني غادي نبارطاجيها معكم كالعادة ضروري من فلت حتى حاجه ان شاء الله غادي نصور لكم باذن الله. اخليكم معايا كالعاده لاخر لا فيديو تنوصل ان شاء الله باش تشوفوا اشنو كان في الطريق ان شاء الله. وهنايا وقف الكار في ايمينتان وتخرج من لوتوروت وعاود رجع دخل لواحد تقريبا نقدروا نسموه كومبينغ ولا مجمع لانه ما شاء الله متوفر فيه كل شيء كما كتشوفوا فيها جميع المرافق. كما كتشوفوا هنايا في الدخل كاين ملعب ديال باركينغ عفوا ديال اللعب للدراري الصغار. هنا هاني غادي نمشي ندخل مع الدخله نهبط هنا كاينين الدروج كاين المطعم صراحه مطعم رائع جدا يعني انا مازال ما دخلت ولكن المنظر عجبني بزاف. كما كتشوفوا انا نازله ما قدرتش نهز التليفون الفوق ونصور لان الناس يعني هابطين الناس من الكار كتار وهذا وغادي نشد معايا الناس. كما كتشوفوا هنا على اليسار كاين الاداره ومفاس معها الجامع. جامع صراحه رائع يعني مخدوم مزيان بالنقش وكل شيء. هنا مع الدخله كاين فين كتوصلوا اليدين يعني في الهواء الطلق كاين هنا البلايص فين كتوصلوا اليدين كلهم كلها سميتو عنده المرايه ديالو والصابون كل شيء يعني ما شاء الله كل شيء متوفر في هذا البارك. هنا الفضاء الاخضر حتى هو يعني كاين الفضاء الاخضر بزاف في هنا. انا غنبارطاجي معكم كل شيء. وهنايا حنا دخلنا مع القهوه الداخل البلاصه ديال الريستورون كاين برا وكاين الداخل. ما قدرتش كيما نقول لكم نهز التليفون للبلايص الاخرين لان فيهم الناس كنحاول نبارطاجي معاكم. وهنايا كاين على برا كيما كتشوفوا جيت نصور المطعم من الجهه الاخرى. كاين هنايا دايرين واحد لهذا الباركينغ طويل يعني كيحطوا فيه الكراسي وهذا ولكن اليوم ما حاطينش من هذه الجهه ولكن من الجهه الاخرى راه كاين فيها ولكن فيها الناس ما قدرتش نصور ديك الجهه. المهم هذه الجهه كما كتشوفوا ها المطعم من على برا من الجهه كما كتشوفوا حنا دخلنا الكافي وجلسنا هنا يوقفوا كما قلت لك باش يتعشى كما قلت لكم باش يتعشى صراحه. هنايا واحد زعما البلاصه رائعه هنا بلاصه قلت لي هنا يمين تانوت البلاصه فين وقفوا كما كتشوفوا. شوفوا الديكور صراحه ما قدرتش نصور لكم القهوه كامله بالتفاصيل ديالها لانها كما كتشوفوها راه كاينين الناس بزاف. مهم احنا جلسنا في واحد البلاصه كما كتشوفوا فيها الفوتو على هذا الشكل رائع جدا. وشوفوا ليا الورد طبيعي حاطين الورد طبيعي كل طبله فيها المنيو. شوفوا الطبله هنا كي دايره هنا
هنايا الكريستال على هذا الشكل، وهنايا دايرين هذه البلاصه مغطين بها، والقهوه كلها في الجويه الاخرين. كاينين كراسة، كاينين شوفوا الديكور كي داير، كاينين كراسة لي طابل زعما كثار، كاين على برا كاين الداخل كاين لا تيراس، يعني في ما بغيتو غادي تجلسوا. وهذا مكان حبيت باش نشارك معكم هاد القهوه زعما اللي داز من هاد الطريق، صراحه راه رائعه جدا جدا. وعلى برا كاين فيها الالعاب، كاين واحد المسجد على برا، راه شتوني فين صورتو في الدخله. كاين واحد البلاصه خاصه بالمجزره، كاين واحد البلاصه خاصه بالمشوات، واحسن حاجه هي النقاء، راه نقيه لواحد الدرجه ما كتصورش، يعني كلشي 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 نقي وكلشي جديد. وبالنسبه للاثمنه ديال الماكله هنا بالنسبه للميني، انا جاوني لي بخي مناسبين كما كتشوفوا، يعني بحال كاع البلايص الاخرين. كيجوا على هذا الشكل. هذا مكان، المهم انا غادي نشارك معكم اي حاجه حتى ان شاء الله نوصل اكادير. شكون اللي تشهى بحالنا الحريره تذكرنا رمضان. المهم حيت حنايا ان شاء الله راه خالتي موجده لينا العشاء، يعني ما خديناش شي حاجه، خدينا غير الحريره كما كتشوفوا، نشربوا الحريره بين ما نوصلوا ان شاء الله اكادير باش نتعشاو باذن الله. شوفوا هذا المركب ما شاء الله شحال كبير. الجهه الاخرى كما كتشوفوا كاينه فيه صيدليه ما بيناش، وكاين سوبر ماركت، وكاين هنا محل ديال الحلويات، ولكن المحل ديال الحلويات ما مفتوحش، مفتوح غير السوبر ماركت والصيدليه. وكما كتشوفوا لهيها باركينغ هنايا، كاين لهيها عاوتاني فين واقف الكار، كاين هنايا ستاسيون كما كتشوفوا، وهنايا الطريق، هنايا كلها كاينه الطريق وما شاء الله زعما. وكاينه راه هي القهوه شاده من هاد الجهه حتى لهاد الجهه صراحه، سميتو يعني متكامل، فيه اي حاجه، فيه جامع، فيه كلشي كلشي كلشي، اي حاجه بغيتوها كتلقاوها هنا ما شاء الله. مركب بجد جد رائع. صورت لكم جميع التفاصيل حتى الحمام صورت لكم ما شاء الله. شوفوا هذا النقش اللي فيه والنقا، النقا نقولها ونعاودها ما شاء الله، زعما نقي كلشي كلشي فيه نقي، كاين فيه العود من الفوق منقوش، كاين المهم اللي بغى يجي لهذا المطعم يركب في الكار ديال الفراشه. انا غنسد الفلوق ديالي هنا وغنضربكم موعد في فلوق تاني في مدينه اكادير ان شاء